السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. اندلع حريق في بستان للنخيل بمساحة واسعة مع دار سكن في الرميثة طريق النجمي منطقة أبو صريفة، حيث تمكنت مفارزنا في مركز الرميثة بإسناد من مركز رتل الطوارئ والسماوة ومفرزة الصوب الكبير ومفرزة الهلال من السيطرة على الحادث بهمة عالية بعد تطويق النيران ومحاصرتها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها إلى الأراضي الزراعية المجاورة والدور السكنية القريبة من موقع الحادث وبدون أي أضرار بشرية. يذكر أن سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية.